السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رواية اتعملت مسرحية اسمها حلمك يا شيخ علام، ألفها أنيس منصور، بتدور أحداثها في شقة في أسرة في القاهرة، بيزورهم واحد اسمه الشيخ علام، وكل يوم يقول لهم أنا حلمت حلم امبارح، والحلم اتحقق بشكل كارثي. هو يعني بيقول نبوءات كده أو بيقول حاجات وهي بتحصل. ودي طبعا قصة خيالية. خلينا نقول إن إحنا عايزين نشوف الفرق أو نشوف الخط الرفيع بين العلم والعلم المزيف او التنبؤات المزيفه. طبعا في علم الفلك، ان انت تدرس الفلك وتدرس النجوم والكواكب وتعرف الحركه بتاعتهم وتعرف كل الحاجات ديت ومواقعها وازاي نعرف الاتجاهات وكل الحاجات دي. وفي علم تاني ان انت تبص على النجوم وتقول لك الشخص ده اتولد في اليوم الفلاني فاكيد طباعه هتبقى كذا ومستقبله هيبقى كذا. واكبر دليل على كذب الكلام دوت التوائم، اتنين اتولدوا في نفس الوقت وفي نفس اليوم وفي نفس كل حاجه، ومع ذلك بتلاقي ده مستقبله 100% وتلاقي ده مختلف تماما وحاجات زي كده. فالكلام ده كله ليس من العلم شيء، بس بيقول لك ايه ده في واحد تنبأ بالحاجات دي، اغلبها بتبقى قصص. تمام، يعني في كل مثلا في الحجاج ليه انقلب على يزيد ابن المهلب وسجنه وعمله، ففي كذا قصه رويت. تمام، القصه الصحيحه ان هو يزيد كان بيقعد يكتب كتير ان هو خد غنائم كتيره ويقعد يضخم في الغنائم اللي خدها على اساس يعني يتفاخر بيها، بينما في الحياه بتبقى اصغر من كده بكتير. فالحاج ابن يوسف الثقفي كان عايز الفلوس دي، بس اتقال بقى ان في منجم شافه وقال له اللي هيمسك بعديك هيبقى اسمه يزيد، هو يزيد بن ابي اللي مسك بعد الحجاج. فالروايه انتشرت ان في واحد تنبأ بان هو يزيد هو اللي هيمسك بعديه، فقعد يعزف يزيد. تمام، والروايه طبعا غير صحيحه. طيب، بتلاقي في روايات كتيره جدا، واشهر واحد فيهم مثلا نوستردام، ده النصاب الكبير. طيب، نوستردام هو عايش تنبأ بحاجات كتيرة جدا، وكلها يمكن انها تقال على حاجات كتيرة قوي. يعني على سبيل المثال يقول لك ايه، في واحد هيحكم بلد غير بلد اللي عاش فيها وهيسيطر على مهن دول كتير حواليه. هتلاقي عشرات الناس تتنبأ يعني النبوة دي تتحقق فيهم، زي هتلر، زي نابليون وهكذا. نابليون اتولد في ايطاليا وحكم فرنسا، هتلر كان في النمسا وحكم المانيا وهكذا. يعني مش قاعده، هتلاقي ناس كثيره فيهم نفس الكلام دوت. زائد ان في ناس كثيره بدات تكذب كلام وتنسبه لنوستردام، زي مثلا لما البرجنوع الفوا ابيات مطاطه زي ما هو بيعمل كده، ما بيقولش اسم حد، ان في اخين هيقعوا وحاجات زي كده. طيب، نتكلم بقى على موضوع الاحصاء. يعني احصائيا ازاي واحد يروح طالع ويقول لك انا الاحصائيات بتاعتي تنبأت بكذا وحصل، وتنبأت بكذا وحصل، وتنبأت بكذا وحصل، ويبدأ يجيب لك فيديوهات كتيرة جدا لحاجات حقيقية. وانت تنبهر لما تسمع واحد واثنين وثلاثة، ده تنبأ ان حسني مبارك هيموت، ده تنبأ ان السيسي هيمسك الحكم، ده تنبأ ان تحصل مظاهرات في امريكا، ده تنبأ. طيب، دي في نظرية والدكتور ديفيد هانت اتكلم عنها اسمها مبدأ الاحداث غير المحتملة او الاحتمال المستبعد. هو بيقول لك ان في خمس قوانين، الخمس قوانين دول بيفسروا ازاي ان حد بيقعد يقول نبوءات وتتحقق منها جزء كبير. طبعا احنا بنتكلم على الناس اللي هي النصابين اللي بيقعدوا يقولوا كواكب ومش كواكب وكذا بقى المنجمون والوسطه، ومش بنتكلم فيه حاجه دينيه، لان كل واحد بيؤمن بالمعتقد بتاعه. الذين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وهم رزقناهم يفقهون. فاحنا بنتكلم على اللي بيطلع ويقول لك ده الفلك ونجمه الزهره والكلام دوت والمريخ وحاجات دي. طيب، في خمس قوانين هنتكلم فيهم. قانون الاحتماليه، قانون الحتميه، قانون الحتميه. يعني لو احنا عملنا قائمه بجميع النتائج اللي ممكن تحصل، اكيد واحده فيهم تحصل. يعني هو مره يتنبأ ان الشخص ده هيموت، ومره ثانيه يتنبأ ان هو مش هيموت، ما اكيد هيموت او مش هيموت، يعني ما فيش حل ثاني. تمام، ويتنبأ مره هتتصل مره مش هتتصل. فحتى لو في احتمال واحده تحصل بنسبه 50 واحد بيتنبأ بالاثنين، بيقعد يتنبأ كتير جدا، وفي الاخر واحده فيهم هتحقق ويروح ماسكك في الحقيقه ديت وخلاص، هي حتميا واحده من اللي قال عليهم هتحقق. ده اسمه قانون الحتميه. في قانون اسمه الاعداد الكبيره فعلا. لما يكون عندك فرص كبيره، عدد كبير من الفرص، فلازم واحده فيهم هتحصل. فلو انت قعدت ترمي الزهره كذا مره، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اكيد في مره من المرات هتطلع الزهرتين هيطلعوا 6 و6. تمام؟ ولو رميتهم كتير جدا هتبقى 6 و6 ممكن يطلعوا مرتين ورا بعض. تمام؟ طيب، فهو
كتر الحاجات اللي عماله تحصل، احلام كتيره احلام كتيره احلام كتيره، وكل يوم بيحلم حلم، ففي الشهر 30 حلم، فاكيد واحد فيهم ممكن تحقق، وممكن تحقق حلمين ورا بعض. فهتلاقي ان هو في احلام كتيره ما اتحققتش، بس هو لان هو كل يوم بيحلم حلم. يعني ممكن تلاقي واحده قريبتك عندك في العيله كل يوم تحلم حلم، كل يوم كل ما تشوف واحد تقول لها انت هتتجوزي، ما كده هتتجوز في يوم من الايام، تمام؟ وقد ما حصلش نصيبه ما اتجوزتش، هتنساها ومش هتتكلم فيها، وهتمسك في ان في واحده ثانيه اتجوزت، اللي هي ده اسمه قانون الاعداد الكبيره. ان هو بيدي بيقعد يقول حاجات كتيره جدا، يقعد مثلا في قاعده كده مع عمرو اديب يروح رازع لك 50 نبوءه، تمام؟ السنه اللي بعديها يكون اتحقق فيهم مثلا خمسه، يروح مسك لك الخمسه دول، شوف انا قلت كذا حصل، وشفت قلت كذا حصل، وقلت ان احنا نفوز في كاس العالم وحصل، وقلنا ان الزمالك هيفوز وحصل. ايوه، ما انت قلت 600 حاجه ثانيه وما تحققتش، قلت ان السنه دي هتبقى حلوه وان كلها هتبقى خروجات وان كل ده ما اتحققش. طيب القانون الثالث اللي هو قانون الاختيار. قانون الاختيار ان اللي بتاع النبوءه بيبقى يختار حلم او اثنين او ثلاثه ويتجاهل كل الحاجات اللي ما اتحققتش، يعني هو تنبأ بحاجات كتير قوي، بيختار بس الحاجات يقدر يختار من العدد الكبير اللي موجوده الحاجات بس اللي فاهمها. في قانون اسمه رفعه الاحتمالات، ده القانون الرابع. ان اي تغيير في الظروف المحيطه باحتمال وقوع حدث ما هيعمل تاثير ضخم في مقدار احتمالات وقوع حادث شديد الندره. يعني لو انت قعدنا نغير، ان احنا قعدنا نغير نتيجه مثلا ممكن ان كلامك ليه خلاه يتاثر بالكلام دوت، اتحديته مثلا ان هو ما تسافرش بالعربيه، فقال لك لا لازم اسافر بالعربيه، لو سافرت بالعربيه هتحصل حادثه، فطول ما هو سايق هو مش مركز اصلا في السواقه، فممكن تحصل له فعلا حادثه نتيجه ان هو يعني عمال يفكر في الموضوع، لو ما كانش قال له كان ممكن الحادثه دي ما تحصلش، تمام؟ في قانون اسمه القريب بما فيه الكفايه، ان انت لو قلت حاجه حاسس حاجه قريبه منها، يعني قلت مثلا ايه ان هو هيغمى عليه، تمام؟ فهو مات، فيقول لك ما هو اغمى عليه، انت شفته وما بتحركش، هو عايز يصدقك، ولو اي حاجه حصلت قريبه من اللي انت بتقول عليها، تمام؟ قلت ان هو هيموت وتم اغتياله، ما مات هو تم اغتياله او العكس، فهتلاقي الناس عايزه تصدق، عايزه تحس ان انت بتعرف الغيب، فهتقول لها على ايه اللي هيحصل، هي عايزه تصدقك عشان هو خاف من المستقبل، فبيتمنى ان انت تكون مصيب. فنختم بقاعده بيقول لك ايه، اذا ضعفت النفس استسلمت الخرافه. فلو انت تايه وحاسس ان في مشاكل كتيره، هتلاقي ان انت بتستجيب لاي حد بيتنبأ لك بحاجه. زي واحد من كام يوم تنبأ ان كورونا هتخلص يوم في شهر 5، النهارده بنسجل فيديو 1/6 وما خلصتش، بالعكس هو اصيب بالكورونا ومات في شهر 5. يعني اللي هو بتاعته غلطت مرتين، هو تنبأ ان هو بعد شهر 5 هتبقى حلوه وهنتخلص منها وهيعيش زي الفل وكل الكلام ده ما حصلش، بس لو كان اكتشف حاجه حتى لو بسيطه هيقول لهم شفتوا مش انا قلت لكم، شفتوا مش انا قلت لكم، فما تصدقش اي حاجه. احنا يعني وبالذات لو من شخص غير صالح او شخص بيعصى ربنا او مش بيصلي، فده اكيد يعني هيكون جن اللي بيقول له يعني، فلا الافضل ان احنا نبعد عنه تماما. وكذب المنجمون ولو صدفوا، خلي بالك ممكن صدفه، ويعني كذب المنجمون ولو صدفوا او ولو صدقوا، في الحالتين هم كذابين بيقولوا اي كلام، فده مش من العلم خالص، ما يقدرش نعتمد عليه. ما يجيش واحد يقول لك انا تنبأت 5 نبوءات طلع صح، ما انت تنبأت 500 واحده وطلعت غلط، انت طلعت حمار، تمام؟ فجزاكم الله خير.